وهسه بدي اشرح سؤال 19. طبعا سؤال 19 سهل جدا وسؤال سنوات، وغير هيك هذا السؤال يعني اللي حضر فيديوهات احمد زكي المصري اللي نشرتهم قبل اسبوع ايه بيقدر يحله بكل سهولة، يعني واذا ما عرفتش تحله في خلل يعني انه حضرته على الفاضي، فمش مشكلة رح نحله. اعطاني حكى لي هذا في نقطة وفي بكرتين، حكى لي النقطة سرعة النقطة، حكينا دائما بيعطيني سرعة النقطة في بي كم؟ 3.66 متر لكل سكند، و اي بي اعطاني اياها 29.3 متر لكل سكند، وطلب مني الانجلر لهاي وانجلر لهاي والفا لهاي والفا لهاي وسرعة هاي. طيب بس احنا صرت تحكي انا عندي نقطة بي، طيب وهو كيف تعرف اوميجا اي وشو سرعة اي وشو سرعة سي اللي هي النقطة هاي مثلا؟ ما احنا بنعرف عقلت المصري يا بش مهندس انه الحبل هذا اكستنسبل، حبل بما انهم حبل واحد معناته سرعة هاي نفس سرعة هاي ونفس سرعة هاي، فايش بنعمل؟ سرعة بي نفس سرعة اي، فراح احكي له اوميجا اي، خلص شو نحفظ السؤال، اوميجا اي بدها تساوي في اي على ايش؟ على ار اي اللي هي اوميجا في ار بيعطيني في، هسا في ايش؟ تاخذ نفس في بي على نفس الحبل تساوي 3.66 على ار اي النصف القطر 20.3، هسا هو اعطاني اياها بالسنتي والسرعة بالمتر بدي احول لمتر ضرب 10 قوة سالب 2 بتعطيني بالمتر، كم تطلع معي اوميجا؟ 3.66 تقسيم 20.3 ضرب 10 قوة سالب 2 بيعطيني 18 بوينت كذا كذا، خليها 18 رد لكل سكند. طبعا حكى لي بلف مع عقارب الساعة كله كويس، هاي عقارب الساعة. طيب الفرع الثاني، طب من الالفا، الفا اي تساوي في شو اسمه؟ بنعرف انه شو اسمه؟ اي بتساوي اومي الفا في ار، اي تانجنت طبعا. مش راح ناخذ النورمال. الفا بده اياها وار معي واي معي، اي كم؟ 29.3 وار كم؟ 20.3 ضرب 10 قوس سالب 2 بتطلع معي الفا تساوي نقسمها على بعض 29.3 بتطلع معي الفا 144.3 راد لكل سكند تربيع. طيب نفس الشيء بالنسبه لبي، بنحكي له اوميجا النقطه قصدي سي بكره سي تساوي في على ايش؟ على ار سي، في ايش؟ نفسها 3.6، فبنروح على المانيوال نشوف كيف حله نفس الخطوات في سي كذا بتطلع معاه اوميجا سي تساوي 28.8 راد لكل سكند، والفا سي بتطلع معاه 230 مع راد لكل سكند تربيع. هذا من المانيوال. هسا الفرع الاخير طلب منه النقطة هاي، النقطة هاي موجودة على مسار دائري الها نورمال والها تانجنت او تانجنت لتحت، شو راح اسوي؟ راح احكي له النقطة A لها النقطة B لها تسارعين AB تساوي A tangent زائد A normal زي هيك كفكتور I و J I J، فأنا راح آخذ ماجنتيتو AB تساوي A tangent ألفا R و A normal سالب أوميجا تربيع في R، ألفا R كم؟ ألفا R اللي هو التانجنت ألفا اللي طلعتها 230 في R اللي هي 12.7 ضرب 10 قوة سالب 2 تطلع هاي معي كم؟ من السبع الآلي حاسبي 230 ضرب 12.7 ضرب 10 قوة سالب 2 تطلع معي 29.21. طبعا هاي كفكتور نفرضها جهات طيب موجب لأنه جهات لفوق يعني هاي لفوق. طيب سالب أوميجا تربيع في R بما أنه راح يطلع الجواب سالب يعني يعني لليسار يعني سالب ايش؟ اوميجا تربيع في ار اللي هي طلعتها 28.8 تربيع ضرب 12.7 ضرب 10 قوة سالب 2 تطلع معي سالب 105.3 ايش؟ اي هات يعني لهيك. طبعا هذا التشابتر اي وجي للنقاط. طبعا تحكي لي المانيوال ما حلوش اي وجي، المانيوال طلعت معها 345 طلعت معه هاي 295 هذا بالفيت وهذا بالفيت هذا بالمتر وهذا بالمتر معناته الحل صحيح. هاي هو بده طالب سرعه، فايش راح اقول له؟ اي بي تساوي الجذر التربيعي 29.21 تربيع زائد 105 تربيع تطلع معي
السرعة 29.2 تربيع زائد 105.3 تربيع تحت الجذر تطلع معي 109.3 متر لكل سكند تربيع. والاتجاه تان انفرس للجي على اي على سالب 105.3 شو بدي اساوي؟ تان انفرس 29.21 تقسيم سالب 105 سالب 105.3 تطلع معي الزاوية سالب 15.5 سالب 15 ألفا سالب 15.5. طيب أنا عندي محورين الجي موجب والآي سالب يعني بالربع الثالث يعني إيش الآي سالب والهاي بيمشي بزاوية 15.5 بس هو شو المانيول طلعت معه زاوية 15.5 هيها للجهة هاي يعني يا بتحدد له إياها هيك يا بترسم له إياها على المحاور زي هيك أبصر مال الكاميرا شطت زي هيك لازم المحور صحيح الاتجاه